السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتب آدم ومش مشتركين قناة كتب آدم. في يوم جديد وحلقة جديدة عن تحسين المستوى، الفرخ الأحمر والمرقع. قبل ما نخش في أي حاجة، وحشتوني كتير والله، بقالي كام يوم ما بعملش فيديوهات، بس كان في ظروف صحية كده الحمد لله عدت على خير. وفي فيديو أنا كنت مسجله كده من قيمة 3 4 أيام، كان على قناة مدحت الأبيض، اللي هو اللي عبارة عن إيه؟ اللي هو الفرق ما بين الاسود غزار والاسود ابن العنبره والاسود ابن القطاط. كنت بتكلم عن الاسود غزار، بقول الاسود غزار زمان كان دربه زيتي، دلوقتي من دخول الحمام على بعضه دربه بقى ياقوتي. بقت الناس تقول تقليب الاسود غزار دربه ياقوتي فعلا، لان هو كان عظمه اتقل عظم، فدخلوه مع الحمام، فالحمام ده جتته غيرت، وخلاص بقى اللي هم يدخلوه على القطاط بقى يدخلوه على العنبر الاسمر عشان يقووا العظم. فقصة الدرب، قال لك لا الدرب مش زيتي، درب ياقوتي. اللي شاف غير اللي سمع. انا شفت بعيني وشفت حمام مسكته بايديا دي من سنين، من ناس علمونا الغواية صح، غير اللي انا مثلا انا ما بجادلش ولا بقاوح، لا انا بقول لك ياقوتي هو ياقوتي فعلا، الايام اللي احنا فيها دي ياقوتي، لكن بندور على الاصل. انا بقول لك انا شفته بعينيا كان دربه زيتي، ما كانش ياقوتي. ففضلوا يدخلوا على القطقاطي ويدخلوا على العنبر الاسمر، طب ما هو لازما دربه هيبقى ياقوتي، لان القطقاطي والعنبر الاسمر دربه ياقوتي، فكده الضرايب هتهرب. فالاسود ثبت من دخول الحمام على بعض، عشان كده بقى العنبره بقى يفرخوا سود والقطاطة بقى يفرخوا سود. اتفرج على الفيديو ده لو انت ما اتفرجتش عليه، هيفوتك حاجات كتير قوي على قناه مدحت الابيض ابو قلب ابيض. حبيب ابو عمر، حبيب ابو، الف سلام عليك يا صاحبي، الله يسلمك يا كبير. النهارده ان شاء الله هنخش تحسين مستوى المرقع والاحمر غزار، الاثنين يقبلوا الدخول على بعضه، يقبلوا الدخول على بعضه، لكن ده باب وده باب. احنا بنتكلم على المرقع وبنتكلم على الاحمر كده، امتى يقبلوا الدخول على بعضهم؟ هقول لك امتى يقبلوا الدخول على بعضهم. لما اكون انا عندي مرقع شقافة، مرقع شقافة، فرد الحمام مكشوف، لما فرد الحمام بيبقى مكشوف لازم انا احط عليه حمار بزيادة، بحيث اللي هو يقفل الكشفة اللي هو فيه، يعني الشقافة ده بيبقى داخل ابيض كتير، فلما بكب عليه الاحمر غزار يبدأ اللي هو يقفل لي الطاقية البيضة، يبدأ اللي هو يعدل لي اللي هو جتة فرد الحمام، يبدأ اللي هو يظبط العشر بتاعه. طب ده من اول فرخ؟ لا، ما بيجيش من اول فرخ، هو بتفضل شغال على نفسك بحيث اللي هو فرد الحمام يبقى كويس معاك، لان انا ما ينفعش افرخ احمر غزار بعظم ابيض، ما ينفعش افرخ مرقع عظمه يكون مشكوح عسلي. فهي الفكره، ده ليه مواصفات وليه تقليب، وده ليه مواصفات وليه تقليب، بس هي الفكره احنا بنحسن مش بنطور في الحمام. فاحنا لما بنيجي مثلا بنشتغل على فرد حمام، يعني انا مثلا كان عندي فرد حمام مرقع شقافه، شايل هنا كلكيه عظم، بس فرد الحمام مرقع شقافه، عفوا يا العنبره والمرقعات داخلين على بعضهم كده عشان الفيديو اللي فات ده كان كويس. فلما جيت المرقع اللي عندي فرد حمام مكشوف، لازم ان انا اغطي الكشف اللي فيه ده، لازم ان انا اقرب من البياض اللي هو فيه ده، لان هو هيجيب حمام كويس. لان عندي المرقعات الشقافه اللي هي البيور بيبقى درب ودرب. طب دربه ايه؟ الدرب اللي هو بيبقى الدرب الابيض بتاع المرقع، والدرب الثاني الدرب العسلي اللي احنا بنقول عليه درب باكن، الله ينور عليك. فبيبقى اللي هو المرقع شقافه بيبقى درب ودرب. لما اجي انا احط عليه اللي هو الاحمر هيبدا اللي هو يظبط معايا. اول حاجه لازما الدرب ده اهرب منه، لازما الدرب اللي هو الباكن ده لازما اهرب منه في اللي انا لما باجي احسن المستوى عندي في فرق الحمام. طيب هربت انت من الدرب بتاعك، ما جاش درب مقطوط. طب الدرب المقطوط ده بيبقى ايه؟ ما يجيش ياخد مثلا، بيبقى درب مثلا ابيض وتلاقيه واخد ايه، في قطه كده تحسها اللي هي داخله على باكن، فتلاقي عينه كده فيها زي حته سودا كده في قلب عين، ده اللي هو بيبقى الدرب المقطوط. يبقى احنا عرفنا الدرب الباكن اللي هو بيبقى الدرب الاسود، لما الدرب العسلي ده اللي هو الباكن. الدرب المقطوط اللي هو بيكون في حته غامقه عن الدرب بتاع فرد الحمام بالظبط، اللي هو عين فرد الحمام. طيب ده دلوقتي اللي احنا هنتكلم، هنقول لك اشتغلنا ازاي وبدانا ازاي،
وعشان خاطر نعلى بالمستوى ازاي. طيب اول حاجة اللي انا كنت بفرخ المرقعات دي. طيب بص فرد الحامة اهو يعتبر مرقع، بس ايه مرقع مقفول خالص، يعني حتى العشر بتاعه جاي برشتين، يعني ده لو شلت الرشتين البيض دولة والرشة ده ونقول عليه احمر، بس فيه فرق. بص هنا اهو، بص ضرايبه عاملة ازاي، بص ضرايبه، عظمه عظم ابيض، عظمه عظمه ابيض. ما ينفعش اللي انا اشيل الرشتين دول واقول لك ده فرد الحام ده ايه احمر. هوريك انا فرد الحام ده برضو من هو اخواتهم. اهو بص عم مدحت العظم جه ايه، شفت الشكحه؟ بص ده احمر، الشكحه بتبقى عسلي، عسل. وبص الضفر عسل، تمام. وادي هنا بص الضفر ايه، ابيض، جه ابيض، وعظمه ابيض ابيض. لما يجي فرد حمام زي ده ممكن اشتغل فرد الحمام ده، ممكن اشتغل عليه، يعني ده ممكن تشتغل عليه على المرقعات شقافه، اشتغل عليه على المرقعات شقافه، لان حماره حمار بلحه فهيقفل معايا الجته. فاحنا هنوريك كام حته كده اللي احنا اشتغلنا على نفسنا لغايه ما وصلنا ايه في الفرق. ده الحمر عم مدحت، بسم الله ما شاء الله، بص عظمهم عامل ازاي. ولازم عظمه بيبقى ايه مشكوح عسلي. ده حمام نش جفونه ملسوعه مش شمس. انا برضه عشان خاطر بص حمارة عامل ازاي. ودي اللي بتتسمى فوق دي، دي طفيره. دي برضه من اللي هي المميزات برضه من حمام اللي هي الحمر والمرقعات دي، لما بتيجي برضه دي بتبقى كويسه، دي ما تعبش فرد الايه الحمام. هنا عشره فرد الحمام ضيق، بس فرد حمام تكونه كويس، عظم كويس، ضرايبه كويس، فرد حمام مجفن خشن، الرجل خشنه، ضوافره برضو ايه بيضة. ده بالنسبه للمرقعات. قدرنا نشتغل كده ونفرق منهم ونعمل منهم. هوريك برضو ايه لسه العشر بتاعي ما ظبطش، يعني العشر بتاعي، بس هنا في لقطه. المرقع ده كان جاي له رشتين في النص، ما كانش بيجي على الاطراف، ما كانش بيجي في الاول، ما كانش بيجي من عند الصمه والعديله وعديله العديله، فاصبح كده انت شغال كويس. اهو هنا زاد بقى خمسه، هنا بقى ثلاثه، زي ما احنا قلنا كلمه عشر دي اللي هو بيبقى اول عشر رشات، جه تسعه، جه ثمانيه، جه سبعه، جه سته، احنا شغالين عن نفسنا. لكن اهو فرد الحام بقى عظمه كويس، ضرايبه كويسه، جتته كويسه، ولا في خلخله، ولا فرد الحام الخلخله دي اللي هي بتكون في الرجل، ولا فرد الحام دي قصعه بيضه، ولا اللي هي مشخ ابيض. ادي اهو حمر اهو، دي القصعه، وده هنا المشخ برضه عشان تبقى ايه معانا في قلب السور. طيب يا عم اشتغلت ايه برضه؟ ما هو كل ده شغل. هوريك برضه انا كنت شغال بحمام ازاي؟ انا بوريك اللي هو التحسين اهو. بص يا عم مدحت كده انت شغال صح. بسيط انت جاي من اول ريشه هنا اهو، كانت ريشه واحده. هاي. وكانوا بيجي ريشتين في قلب النص، دلوقتي لما جبتهم على الاطراف كده يبقى انت شغال صح. هنا كان ثلاثه وخمسه، دلوقتي جبت خمسه وسته. الله ينور ابو عمر حبيبي يا طوح، ربنا يبارك لك. الله يحفظك. بص فرد الحمام دول برضه احنا عايزين ايه نعرف اخواتنا وحبايبنا بتشتغل ازاي؟ ايه اللقطات اللي انت بتعملها على نفسك عشان خاطر توصل بالمستوى ده؟ هي الفكره دلوقتي ده حمام بتاع نش، حمام نش.
لما انا دخلت في الحمام ده بحسن من مستوايا. حمام فيه عصب وفيه نفس طويل هو الحمام الغزار، بس لازم أن يبقى شكلها كويس على الظهر. ما انا ممكن افرخ حمام ملوش اي قيمه واسمه الوان بس تقليب بايظ. لكن انا دلوقتي لو جيت مثلا حبيت ان انا اخد فرد حمام من دول هنزله افرخه مفيش اي مشكله يا عم الله ينور عليك، لان الحمام كله من دمه واحد كله طالع ودخل على بعضه، فهو الحمام ده كله هيفرخ. انا هوريك فرد حمام نازلين، هنزلك تحت كده وهوريك فرد حمام اقلهم واخده افرخه واوريك فرخه عامل ازاي. كل ما انت تحط مثلا النتايه على ابوها عيالهم او فرخهم يقوى. انت كده انت بتحسن وما بتخربش. امتى تخرب بقى؟ لو انت راجل بتنش. ما ينفعش اتنين اخوات ياخدوا بعضهم، الدماغ هربت، الدماغ والجمودية والعصب هربوا. طيب ما ينفعش ابن ياخد امه، لكن بنت تاخد ابوها. بنت تاخد ابوها ما فيش اي مشكلة. ممكن الجيل التاني اللي هو مثلا اللي يعتبر جدها فرد الحمام الكبير تترد عليه برضو يجيب حمام كويس. يبقى انا ما بفقدش العصب بتاعي. العصب في ايه؟ العصب في الذكر. والنتاية فرخه اللي هي يعتبر بنته ما من عصب ابوها، ما هي اتنسبت بنسب ابوها، يبقى هي واخدة القوة واخدة العصب من ابوها. لما اردها على ابوها ما فيش اي مشكلة، انا خدت العصب بتاعي. طيب يبقى احنا عرفنا ما خلش اللي هو مثلا العصب بتاع الحمام ده ازاي، اللي انا ما اخدش اللي هو الواد لامه، ده انت بتخيب العصب بتاعه. وما ينفعش اللي انت مثلا اتنين اخوات ياخدوا بعضهم، دول برضو بتخيب العصب بتاعك. فانت بتبقى شغال على نفسك كده، بتشوف مثلا فرد حمام بيبقى شكله كويس مواصفاته كويسة، فمش اي فرد حمام نحطهم يعني مثلا ذكر وانت نحطهم على بعض يبقى هم دول اصل. لا احنا بنشوف اللي هي النقط واحنا بنكملها من بعضهم. طب انا اجي الوقت انا حطيت حم على الحمام ده عشان خاطر يقفل المرقع الشقافة بتاعي، فانا لما لقيت اللي انا بقيت اقفل اللي هو المرقع الشقافة بتاعي فلقيته وجدته بقت تقفل معايا حتى لو العشر بتاعه مضيق مفيش اي مشكلة، بس انا هربت من البياض اللي هو في فرد الحمام ده خالص. افضل اشتغل على نفسي واخد فرخ من مثلا من القص دول ارد مثلا البت على ابوها لغاية ما يزبط معايا الجتة، وما بتجيش من اول فرخ. ممكن مرة واثنين وثلاثة تجرب برضو الفرخ بتاعك كده بحيث اللي انت تبقى فاهم انت بتفرخ ايه. فهي دي كانت فكرة اللي هو بتاع تحسين المستوى بتاع المرقع والاحمر. وهنرجع تحت نوريكم برضو شكل الحمام عامل ازاي، وهنوريك الحمام ده دخلناه على بعض ازاي. فابقوا معنا راجعين. ورجعنا تاني بس هوريك زغليك دول من فرد حمام انا نزلته كان سايب فوق برضو من المرقعات دولت. قلت بس ايه اعرفك بس ايه، ما تحكمش على الحمام من اول حصويتين، ما تحكمش على الحمام من اول زغلين يطلعوا عندك، لازم تجرب مره واثنين وثلاثه. هو الحمام ده بيعلم الصبر. طول ما انت بتصبر ربنا بيكافئك، طول ما انت عينك في الحاجه وشواف وايدك في الحمام ولا فرد الحمام ده ناقصه حاجه ممكن اكمله بده، فانت هتلاقي نفسك في ايه في تحسين احسن من الاول بكتير. فاحنا هنوريك برده ايه عيالهم، هوريك الفرق بس ايه بالحمام ده. انا الذكر تحت مرقع شاف. بص هنا عم مدحت بس العشر، بص اللقطه، بص العشر جه كام؟ تسعة. تسعة اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بص هنا اهو 2 4 6 وفصلت دي. يعني دي لو طلعت ابيض يبقى انت عندك عشر هنا 9 و9. بص بقى جه بديل ابيض، مرقع بديل ابيض، بديل ابيض ايوه انت اهو، والطاقية بيضة. يبقى هي فكرة المرقع بديل ابيض بطاقية بيضة من الحمام، مفيش حاجة اسمها بيوت. أيوة. هو اللي اعرفه احمر ومرقع. جه بقى شقافة فرد حمام كشف دخل عليه فرد حمام عشان يكشف جتته، فكده كده انا ما ببصش ده اساسي ولا احتياطي ولا ده ايه، لا انا ببص على حمامتين بشتغل عليهم بشوف الناتج بتاعهم ايه. انا بكلمك من عشر
كانت ريشه وريشتين وصلنا لتسع ريشات. تعال نشوف اخوه عم مدحت. ما شاء الله ابو عمر. يعني مرقع ابو الديل الابيض ده ممكن يجي من نفس الحمام يجي يعني. من نفس الحمام اهو. ده اخو صغير اهو. العشر مش هيبان بس العشر بص هنا بقى ما شاء الله ما فصلتش حاجه ما بينهم، ما فيش ريشه فصلت ما بينهم اهو. ادي العشر اهو، بص العد حام لسه صغير بس انت بيبان لك اللي هو ملامح الحمام من صغره. فرد الحمام عشان برضه دي خدها لنفسك، فرد الحمام تكوينه بيبان من اول فكه، يعني تكوين فرد الحمام وهو صغير اول ما يطلع من حصواه. ده فرد الحمام بعد ما يكبر، يعني ممكن فرد الحمام يجي عليه سن مساخه، فرد الحمام تقول مش ده وهو كان صغير، لا تاكد بعد سن المساخه ده ما يعدي هتلاقي فرد الحمام يقوى، والحمام الغزار كل ما بيبات السنه كل ما بيزيدوا جمال وحلاوه. طب يلا ننزل نشوف الحلاوه تحت عم مدحت. يلا يا كبير. ده بوم عم مدحت. اهو. ده اللي بدات بيه المشوار يا جدعان. فرد الحمام اهو. اكيد انت شفت عياله في اول الفيديو عامله ازاي. فرد حمام اهو عشره بسم الله ما شاء الله عليه، تسعه وهنا عشره اهو عشان عشر كلمه عشر بص بحمام اهو، اتنين اربعه سته تمانيه عشره. ده فرد الحمام بقى اللي انا اشتغل عليه مع اني شقافه وطلع له ظرف وبلغد ابيض واهو وبطاقية بيضة، فرد حمام بص بطنه بيضة ومشخ ابيض بس فيه تكوين اللي هو ايه التكوين؟ عظمه عظم ابيض، فرد حمام ضرايبه ضرايبه بص بيضة، فرد حمام مجفن، فرد حمام خشن، فرد حمام عشره كويس، الحمار اللي فيه كويس، ده اللي انا العب عليه. تلعب عليه واحدة بواحدة هتنتج منه، لكن انا بقول لك ايه؟ حطيت عليه فرد حمام مرق طب ما الابيض اللي فيه ده هيزيد لان انا ما قفلتوش، لكن انا بلعب عليهم على حمر. امتى بقى العب على مرقعات؟ لما اجيب فرد حمام من اللي فوق دولت، فرد حمام عشر مثلا لو خمسه وخمسه، عشر سبعه وسبعه، وجبتته بقت مظبوطه، اجيب له انتهى مرقعه واحطها عليه. بس انا واحد من الناس، انا بديك الافاده ليه؟ بديك عن حاجه ان انا اشتغلت بيها، انا ما بجيبش حمام من بره، انا بشتغل من حمام من عندي، يعني انا ممكن افرخ ثلاثه مرقعات، افرخ اربعه، افرخ زي ما افرخ من النوم، ما بطلعش من البيت خالص، يعني انا بيبقى عندي ده خلاص ممكن انزل له ابنه. وراك يا عم مدحت اهو ما شاء الله بقى. العب عليه فرد حمام في همشة بيضة في مخلخل ابيض بس ما فيش اي مشكلة، بس هي الفكرة ممكن اجيب فرد حمام يأخرني ما يقدمنيش. صح. ممكن اجيب فرد حمام من بره يأخر وريناهم ما يقدمش. ادي فرد الحمام ده، ده اللي انا نزلته مع ان في مرقعات اقوى من كده فوق، بس انا عايز ده لان ده هو القريب من ابوه. ده عظمه اقرب واحد من ابوه، وده يعتبر عظمه اتقل من ابوه اهو. الاثنين اهو. ايوه هعيد الكره تاني، يعني انا بكلمك هعيد الكره تاني. ده بيعلمني ايه بقى؟ الصبر. صح. لما انا قادر ان انا اجيب فرد حمام من فوق، فرد حمام كويس او من فوق، اجيب اقوى واحد فيهم من فوق واشتغل عليه، لكن انا عايز برده فرد الحمام ده اشتغل من عليه. اول عش ليه جابوا شقافه، جاب بكام ريشه بيضه في ديله، هو فرد الحمام ده ابنه. يعني الزغاليل اللي انت شايفها دي اللي انا وريتهم لك الزغاليل، ابن ده اول فرخ ليه، بس فرد الحمام ده زادوا حاجه عن ابوه، جاله ضفيره. شايف الضفيره؟ دي برده من المميزات بتاعت الحمام او من المحاسن بتاعت الحمام. احنا عايشين بطبيعتنا وما بنحفظش اللي هي المصطلحات، احنا على قد ما بنقدر بنقول للناس تعيش معانا واحده بواحده. العشر بتاعه خمسة وخمسة بس ما فيش أي مشكلة، فإحنا موريلك من السنة دي إحنا هنشتغل بفرد الحمام ده، وهنوريك إن شاء الله آخر السنة بيبقى الفرخ عامل إزاي، فإحنا شوفنا أول فرخ الحمام ده. ربنا يبارك لك طبعًا. وأدي أهو تاني عش ليه أهو. بص دي دماغه أهي بقت مقفولة، ممكن أجيب لك أحمر، ما فيش أي مشكلة أهو. تمام. هيجيب لك احمر ليه؟ لان النتايه حمراء،
امه امه حمراء وادي العشر والله مراته النتايه اهو يعتبر ام الحمام ده ام الحمام ده. انا دلوقتي ولا اشتغلت بقى النتايه على ابن على ابنها ولا الكلام ده. انا جايب حمر برضه كانت عندي كنت شغال بيها وبفرخ منها برضه الحمر دي مدخلها، لكن ولا دخلت اخته على فرد الحمام ولا دخلت امه ولا اي حاجه. انا ممكن ادخل مثلا حمام من هنا ممكن اختي دي ادخلها يعتبر لابوها او جدها او اي حاجه، لكن ما ينفعش ان انا مثلا اخد ايه نتايه كبيره ام فرد الحمام ده واحطها له، لا، لان انا بسيب بنش. لازم أنا يبقى الحمام فيه عصب ولازم الحمام يبقى شكله كويس. احنا بنلاقي فرد حمام عشره كويس وجدته كويسه، لكن لا مؤاخذه فرد حمام مسمار مش اي فرد حمام اللي هو يا جدعان اسمه مرقع ولا اسمه احمر. صح، الله ينور عليك. صح. فانت عايز تحسن، عايز تبقى في خطوه لقدام، اشتغل على نفسك. انا بديك الحاجات دي بحيث ان انت ايه يا طول بالك بتشتغل سنتين وبتشتغل ثلاثه على نفسك. هو ده الغاوي الصح، هو ده الغاوي اللي ينجح. لكن انا ما بروحش اشتري من حيث ما مدحت انتهى. صح. لا، انا ببتدي المشوار من الصفر. زي ما انا ربنا كرمني وانتجت كام واحد من دول، هعيد الكره تاني واشتغل على المرقع ده، لان دخل له صفه او ميزه احسن من ابوه، فاشتغل عليه مفيش اي مشكله. انا عايز اعلمك اللي هو طوله البال والصبر، وعيش مع الحمام وحب الحمام، ربنا هيرضيك وربنا هيكرمك. ده كان فيديو كده برضه، احنا عايزين نوريك النت اللي احنا شغالين بيها. ان شاء الله اشتغل برضه عن نفسي واجيب لكم، هعمل ان شاء الله ان شاء الله بعون الله. انا مش هعمل ده، انا سبب، هو اللي بيعمل واللي بيأذن ربنا. احنا سبب، احنا بنعمل بس بناخد بالاسباب كده وبنشتغل على نفسنا، وربنا هو اللي بيرضينا. دي انت ايه دي اللي يعتبر برضو بشتغل لو نتايتين ثلاثة بتشوف الدم برضو، ومش من اول حصويتين ومش من اول زغلين. دي النتاية اللي مدخلة عليه، شفت فرخة خدت اول عش وخدت تاني عش، بحضر له نتاية تانية. طلع الدبوس دي برضه داخلها مرقعات. بص الحمامية دي، بص من هامشة، دي هامشة بيضة اهي، قصعة بيضة. الحمام ده داخله مرقعات. فانا لما اشتغل هشتغل على حاجة اللي هي الصح، اشتغل على حاجة اللي انا شايف اللي هو الانتاج بتاعي كويس، يبقى انا اشتغل على الحاجة دي. هقفل على نفسي واشتغل على نفسي واقول بسم الله واتوكل على الله، وربنا هو اللي بيرزق وربنا هو اللي بيراضي. ده كان فيديو كده عن تحسين المستوى بتاع الحمر والمرقعات. وما تنسوش تخش على قناة مدحت تتفرجوا على اللي هو فرخ الحمام اللي هو المرقع العنبرة السمر والسود، والفرق ما بين السود الأولاد القطاطة والسود أولاد العنبرة السمر. واحنا يعتبر اقل الناس في الروايه، بس احنا اللي نجحنا اللي احنا بنحب الحمد. سلام على احلى المشتركين.